معكم المهندس علي صادق تكنيكال سابورت من شركة عرب سيكيورتي جروب. الكاميرا الايمو هتخليك تراقب بيتك او مكتبك بشكل سمارت، يعني مش محتاج تفضل طول الوقت فاتح التطبيق على الموبايل وبتراقب الكاميرات، لاننا زي ما هنشرح في الفيديو بتاع النهاردة هنفعل خاصية النوتيفيكيشن او اشعارات الموبايل. اول خطوة هنفعل خاصية النوتيفيكيشنز او الاشعارات. هنفتح تطبيق الايمو لايف اللي متضاف عليه الكاميرا. هنضغط على الاعدادات ومنها هنختار الكاميرا اللي عاوزين نفعل عليها خاصية الاشعارات. من القائمة اللي هتظهر هنضغط على نوتيفيكيشنز. من اعدادات الاشعارات هنعمل لها تفعيل، وكمان نقدر نفعل خاصية ان الاشعار يوصلني على التطبيق مع صورة او سكرين شوت للحدث، وكمان نقدر نفعل خاصية ان الكاميرا تبعت لي اشعار على الموبايل لو حد حاول يفصلها. تاني خطوة هحدد سبب ارسال الاشعارات وهو حدوث حركة في المكان اللي بتراقبه الكاميرا. من القائمة الرئيسية هختار Arm Settings. في الصفحة دي هفعل خاصية كشف الحركة، واقدر احدد ان الاشعارات هتكون على حركة الاشخاص فقط، واقدر افعل خاصية تتبع الحركة لو الكاميرا متحركة، واقدر كمان احدد الفترات والايام اللي هتشتغل فيها خاصية كشف الحركة، واحدد مستوى ودقة ومنطقة كشف الحركة. في القائمة الرئيسية في خاصية موجودة في بعض الموديلات، وهي خاصية ارسال الاشعارات لما يحصل صوت غريب جنب الكاميرا، زي صوت الاقتحام او كسر الزجاج او بكاء الاطفال. كده اقدر اراقب البيت او المكتب طول الوقت من غير ما احتاج افتح التطبيق كل شوية، لان الكاميرا الايمو هتقوم بوظيفة الانذار المبكر وقت الحدث، يعني كأنها جهاز انذار ضد السرقة. ولمزيد من الفيديوهات اعمل لايك وشير لقناة عرب سيكيورتي ASG.